الحقيقة أنا رأيت نماذج في حياتي جدا هائلين هؤلاء، من جملتهم هذا الرجل المرحوم الشيخ أبو بزرق الطهراني الله يرحمه. هذا كان مجاهدا في ميدان العلم لا شك فيه، وإلا ما كان يتمكن أن يخلف هذا الأثر الضخم، لأن الذريعة مو كتاب صغير في الحقيقة، كتاب هائل. هذا الكتاب الإنسان يذهب ليل نهار لمدة 60 سنة ولا ينام الليل إلى الصباح، وهو إنسان منحني وعيونه ضعيفة وبيده المرتعشة يألف. أنا رأيته في الحقيقة يروح للحضرة حضرة خفيفة، يروح يقول أنا تكليفي أن أكمل هذا الكتاب لأظهر هؤلاء الجماعة، وبالفعل أظهر. هو الكتاب الوحيد الذي ألف حول هذا الشأن. أذكر يروح إلى مكتبة الجعفرية، مكتبة المدرسة الهندية، ويأكل شيء خفيف يصرون عليه، نجيب لك عشاء، يقول إذا أكلت عشاء زايد ما أتمكن أكتب، فيكون فرد خبز شوية وفرد جبن، فرد هالأشياء البسيطة، التمر شيء، ثم من أول الليل إلى الصباح يقعد يكتب ويطالع. هذا الجهاد، هو يعني لون حياته هذا اللون. أما الزوجة، أما البيت الواسع، أما الترف، أما الرفاه، أما النوم، أما الكذا، أبدا ما أكون في حياته. أنا شفت الذريعة إلى تصانيف الشيعة مو كتاب صغير ومو عمل قليل، عمل 50 سنة جهاد. نقصد بميادين الجهاد لا نقصد إلا الحرب وإلا الكذا، كل الميادين إحنا بحاجة إليها. الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير أنا رأيته في الحقيقة نفس الوضع، كان هو جلس وكتب وجلس وكتب وجلس وكتب حتى إحدى غضاريف ظهره انحرفت وبسببه مات، وكان يقضي الليل والنهار في التأليف والمطالعة. الأشياء مو أشياء صغيرة، هم جهاد هذا أيضا.